أستاذة آمنة، حتى لو عجزت الأم عن تقديم الدعم، مو بغلط أنها توديها أيضاً لسلوكي نفسي. أكيد. يعني الأمانة من هذا المنبر أنا أقول أنه أبداً مو بغلط أن أودي ولدي لجلسات علاج نفسي، علاج سلوكي، إذا فعلاً حسيت أن في طفولته كان عنده أي مشاكل أو أي مواقف مر فيها، أو مثل ما ذكرتي أستاذة آمنة تعرض للضرب، تعرض للصراخ، فبالعكس كأني أنا جالسة أعيد هذه اللبنة، أعيد بنائها من أول وجديد، لأني أحسن ما أني أنا أبني على خطأ وخطأ، هذا كله بيتراكم إذا ما ظهر في مرحلة الشباب، أو قدرت أني أوقف الموضوع بيظهر في مرحلة في الأربعينات والخمسينات، ويمكن هذا شيء نحن شايفينه. ممكن يظهر أيضا في تربيتهم لأبنائهم وطريقة تربيتهم لأبنائهم. نعم صحيح صحيح. آمنة، شبابنا خلاق، شبابنا موفر له كل الدعم وكل الطاقة وكل السبورت، سواء من القيادة سواء من الأسرة، يمكن قليل من الأسر اللي فعلا يمكن مش موجود هذا الدعم وهذه التقديمات والتضحيات. طيب لو كان هذا الشباب مقدم له كل شيء ومهيئ له كل شيء، ولازلنا نشوف ضغط نفسي، حالات اكتئاب يمرون فيها، أمراض نفسية متعددة، كيف ممكن نقلل من هذه الحالات؟ بدأت دائرة الصحة الآن في الدولة قرارات عاجلة منذ السنة الماضية بإنهاء وصمة العار في المجتمع، والذي يسمى بالمنتل إلنس استيغما، المنتشر في جميع أنحاء العالم. جميل. وذلك من خلال توفير الأخصائي النفسي وقسم الدكتور النفسي في جميع المستشفيات العامة. لذا الآن لا يحتاج الشخص أو الفرد أن يذهب إلى كما كنا نسميه في السابق مصحة عقلية لكي يعالج، لأن في السابق كان مثلا مسمى المصحة العقلية بالنسبة له شيء سلبي ومحرج ويخاف الذهاب إليه. لذا الدولة وفرت هذا التخصص، إذا نرى الآن في جميع المستشفيات، يعني حتى المستشفيات منها الخاصة، صحيح. فالذهاب له صار الآن أسهل فيما كان من قبل.